الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في الحديث عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ قال فضيل: بلى سيدي، جعلت فداك. قال: إني أحب تلك المجالس فأحيو أمرنا. بعد أن عرفنا القراءة الصحيحة لعاشوراء ولواقعة عاشوراء، اليوم نتحدث عن ما هو الدور، ما هي المسؤولية الملقاة على القائمين على هذه النشاطات من المجالس الحسينية ومواكب العزاء. هذه المسؤولية ليست موجهة فحسب إلى القائمين، وإنما هي موجهة بشكل عام إلى الأمة، لتدفع باتجاه أن تكون مجالس الحسين، مدارس أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام، وفقا لتلك القراءة الدقيقة الواعية لعاشوراء وأهداف الإمام عليه الصلاة والسلام، التي من أجلها قدم دمه قربانا وتضحية لتلك الأهداف. يرى علماء الاجتماع أن لكل مكون اجتماعي أدوار ومسؤوليات ووظائف. بعض هذه الوظائف هي ظاهرية، وظاهرية بمعنى أنها مخطط لها مسبقا. هذه الأدوار، هذه الوظائف نفذت وتحقق بقصد مسبق. وهناك قسم آخر من المسؤوليات والأدوار والوظائف مستتر، بمعنى أنها لا تحتاج إلى تخطيط، فهي تحصيل حاصل لهذه المجالس. لابد أن نتعرف على تلك المسؤوليات والأدوار التي ينبغي أن تقوم بها مجالس أبي عبد الله الحسين، حتى تكون الأمة قادرة على النهوض بواجباتها تجاه ثورة الإمام عليه الصلاة والسلام. بما أن مجالس العزاء، مجالس التعزية ومواكب العزاء، هي عبارة عن تجمعات دينية ومكون اجتماعي في عراقة وأصالة من بعد مقتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وحتى قيام الساعة. كان للقائمين على هذه المجالس وعلى الأمة أدوار ومسؤوليات. أولا نتكلم عن الأدوار الظاهرة. الأدوار الظاهرة التي تخطط بقصد مسبق، فهي ليست عشوائية وتعيش عالما فوضى، بل هي مخطط لها سلفا وبقصد وإرادة. الوظيفة الأولى هي الإعلام السياسي. من أهم معطيات مجالس العزاء منذ تأسيسها ولحد الآن هو دورها السياسي، على أن ذلك الدور أيضا لم يكن بمستوى ونمط واحد. ف
فتعددت أنماطه بتعدد وتباين مقتضيات الزمان والمكان، فكان الطابع السياسي في كل مرحلة من مراحل التاريخ متناسبا مع الظروف وتقلباتها. وفقا لذلك يمكن أن نقسم هذا التاريخ أو مجالس أبي عبد الله الحسين على امتداد هذا التاريخ إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى منذ البداية، يعني منذ مقتل الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وحتى عصر الغيبة الكبرى. نظرا لطبيعة هذه المرحلة التأسيسية لمجالس أبي عبد الله الحسين، يمكن اعتبار دعوة الأئمة الطاهرين إلى إقامة مجالس العزاء موقفا سياسيا. لماذا موقفا سياسيا؟ لأن هذه الدعوة كانت في قبال محاولات الأمويين والعباسيين في قمع الشيعة والعلويين وتهميش دور أتباع أهل البيت عليهم السلام. فجاءت المجالس لتسد الفراغ وتمد الجسور كأداة فاعلة بيد الأئمة الطاهرين عليهم السلام في توجيه شيعتهم، فهي المنبر الناطق والوسيلة الإعلامية الفاعلة في هذه الأجواء الموبوءة بالصراع ومناورة التشيع. ولذلك في هذه المرحلة بالذات وفي هذا الوقت أئمة الهدى عليهم السلام دعوا إلى إقامة مجالس عزاء ومجالس أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام، بالرغم من كل هذه الظروف التي تلاحق أتباع أهل البيت عليهم السلام. كان اهتمام الأئمة بمحتوى تلك المجالس وتشجيع الشعراء على نظم القصائد الولائية في المدح والرثاء يصب في التأكيد على محاور 3. المحور الأول ذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام ومناقبهم، ذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام ومناقبهم. المحور الثاني الإعلان عن مظلوميتهم والعمل على سلب الشرعية من النظام الحاكم، لأن الحديث عن الإعلان عن مظلومية أهل البيت وأحقيتهم بالخلافة معنى ذلك أن غيرهم لا يستحق موقع الخلافة. وهنا تأكيد على أن كل الحكام على امتداد التاريخ ليست لهم شرعية. المحور الثالث رواية مصائب الأئمة الطاهرين وحقوقهم المغتصب، وهذا مؤشر آخر على الصبغة السياسية في مجالس أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. من هنا يقول الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف بهذا الخصوص: لا تحسبوا أن الغاية من اجتماعنا في المجالس الحسينية هي البكاء أو التباكي على الحسين فقط، فلا الإمام بحاجة إلى البكاء ولا البكاء في حد ذاته يجدي في شيء. هذا مو كلام عبد الزهرة، هذا كلام الإمام الخميني الذي يعيش العالم الشيعي اليوم بفضل ثورته ونهضته، هذه العزة والكرامة. ثورته انطلقت من مأتم الإمام الحسين لأنه عرف ما هو الدور الذي ينبغي أن ينطلق منه
مجالس أبي عبد الله الحسن. قال: فلا الإمام بحاجة إلى البكاء، ولا البكاء في حد ذاته يجدي في شيء، إنما في تجمع الناس، وهنا يكمن الهدف السياسي. وهذا ما يفسر الكلام الإمام خميني، وهذا ما يفسر لنا طلب بعض الأئمة الطاهرين من الحاضرين قراءة المجلس ورغبتهم في الاستماع لمصيبة أبي عبد الله الحسين. كذلك ليس اعتباطا أن تنص رواياتهم على التأكيد على أجل من بكى أو من تباكى على مصابهم ومظلوميتهم. فالقضية ليست قضية بكاء محض أو تباكي صرف، وإنما هي قضية السياسة بعينها التي أراد الأئمة عليهم السلام من خلالها توحيد الأمة وتحصينها من الزلل. المرحلة الثانية، نلتفت إلى هذه المرحلة لأن واقعنا شبيه بهذه المرحلة. المرحلة الثانية ابتدأت من فتح مكة وحتى حكم رضا خان في إيران. وصلت قوة التأثير الكامنة في المجالس الحسينية مبلغا أطمعت الحكام في توظيفها. بما يصب في مصالحهم، وذلك عبر عملية تغييرية ترمي إلى استدراج هذه الأداة مجالس أبي عبد الله الحسين وسلبها قوة المعارضة والتأثير، وتحولت إثر ذلك إلى أداة بيد السلطة. وتحولت إثر ذلك إلى أداة بيد السلطان، الأمر الذي أفقدها إلى حد كبير فاعليتها الثورية. وهذا النهج بدأ ببداية الحكم البويهي في إيران في ذلك الوقت، وتتابع التوظيف السياسي لمجالس أبي عبد الله الحسين. ومن المفارقات أن يروي لنا التاريخ اهتمام المغول معروفين بوحشيتهم ومعروفين ببعدهم عن الثقافة والحضارة، عرفوا بسفك الدماء، عرفوا بالوحشية، ومع ذلك انتشرت الحسينيات في عهدهم وأماكن العزاء. لماذا وظف الحكام مجالس العزاء بما يصب في مصالحهم؟ خلونا نتساءل هذا السؤال. ماذا فيها هذه المجالس حتى يوظفها السلطان؟ لأنه ليس هناك أنسب من موضوع الحسين وإقامة العزاء عليه في تخدير الغليان الشيعي والسيطرة على ما هو وشيك من الثورة. والمهم عندهم أن يكون الشعب منشغلا بأموره ومتقوقعا داخلها دون التدخل في قضايا الحكم والسياسة. ولذلك دعوة إبعاد مجالس الحسين عن أمور السياسة وشغل الساحة دعوة تمييع لأهداف الإمام والأئمة الطاهرين لمجالس الحسين. لا تقبلوا من أحد
أن يفرغ محتوى مجالس الإمام عن السياسة والثورة في أي ظرف من الظروف. بل رأينا أنه حتى لو قيل لنا سنغلق المآتم بكلها، نقول الحسين في كل مكان وليس في هذا البناء. الحسين حركة تغييرية تحضيرية ثورية، وهذا موضوع بارز حظي باهتمام الحكام وبدأ يطبق شيئا فشيئا في كل عصر، وهو التخطيط لمواجهة المعارضة الشيعية المطالبة بإقامة العدل. فعمد أولئك الحكام إلى التلاعب والتحريف في هذا المصدر الثري من الداخل لتحريف الغاية الحقيقية له. لذلك أسلوب توزيع الخراف في تلك السنة على مآتم البحرين كان من تلك الأساليب، والبعض على منبر الإمام يمدح الظالم شكرا لجلالة الملك. تحريف لمجالس أبي عبد الله والغاية التي من أجلها عمل الأئمة الطاهرين. من هنا كانت محاولة أخرى في هذا الجانب من تفريغ محتوى أدبيات عاشوراء وسلب الاجتماع الشيعي مضمون وروح الحماسة والنضال، وذلك من خلال دس الروايات والتفاسير السطحية غير الحماسية والثورية عن حادثة عاشوراء، وخصوصا في فترة انتشار المتصوفة، مو فترة انتشار المتصوفة فقط، هذا واقعنا موجود اليوم، وكأن الإمام الحسين قتل من أجل أن ينقذ الشيعة في يوم القيامة. الشيعة من أجل الإمام الحسين قتل من أجل إنقاذ الشيعة والأمة من ذل الهوان إلى قمة العزة والكرامة على امتداد التاريخ في الدنيا وفي الآخرة ذلك المقام المحمود. المرحلة الثالثة كانت من عهد البهلوي الأول في إيران وحتى انتصار الثورة الإسلامية. لعله يمكن مقارنة هذه المرحلة بالمرحلة الأولى، وإن كانت هناك مفارقة من حيث نوعية وكم المجالس الحسينية. فعلى الرغم من اختلافها النوعي مما كانت عليه في زمن الأئمة الطاهرين، إلا أنها اشتركت هذه المرحلة مع المرحلة الأولى من حيث يعني وصف هذه المجالس أنها من الممنوعات، يعني ممنوعة حكوميا، ممنوعة من السلطة هذه المجالس أن تعلن، فكانت سرية تامة في البيوتات هذه المجالس في هذه المرحلة، وضرورة الحفاظ على سريتها التامة وإقامتها في الخفاء، وذلك من ناحية موقفها الرافض لأداء السلطة والمنتقد لتصرفات النظام الحاكم، لا سيما مع انطلاق أول شرارة للثورة الإسلامية في إيران. وبفكر المتنورين من العلماء الواعين وفي طليعتهم الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف، استعادت هيئات العزاء مكانتها الحقيقية. روحوا إيران، مئات المراكز للدراسات والأبحاث، مو 50 و60، كيف أنها تبدع في عملية توظيف مجالس أهل البيت، مجالس إحياء مناسبات أهل البيت، توظيف حي يقدم الأمة. أكثر من 30 عام إيران محاصرة اقتصادياً،
من دول العالم بكله. الشعب يعيش فقر غريب عجيب. وين وصلت إيران اليوم؟ وما خضعت للغرب، وما خضعت لهذه المحاصرة الاقتصادية، بل فرضت عليهم قوة أخرى الآن متقدمة في التكنولوجيا وفي الطب وفي القوة العسكرية، وصارت قوة استراتيجية في المنطقة. ما في ملف اليوم في المنطقة يحل إلا بإيران. إذا نحتاج حتى نكون قوة ثابتة من عزم الحسين وإرادة الحسين، لابد أن نصبر ونصمد. المرحلة الرابعة، طبعا في ظل هذه المرحلة، قبل المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة، شكل جيل الشباب. الإمام الخميني كان يقال إذا وهو في المنفى في باريس، بعض الصحف والمراسلين من الصحف سألونه، يقول أنت ثورتك انتهت، ما في أحد في الشوارع، ما في كذا، وين أنصارك؟ فقال إن أنصاري يرتضعون الحليب من ثدي أمهاتهم. أنا ما أعتمد على هؤلاء الجيل الكبار، انتهى. أنا أعتمد على جيل هؤلاء الشباب، هم الذين سيحملون الراية بفضل عزائمهم، هم الذين يفرضون الواقع. وبالتالي اليوم الساحة تغيرت، اليوم بعد 14 فبراير تغيرت. ليست الجمعيات السياسية والأحزاب السياسية هي التي غيرت الواقع، وإنما الحركة الشبابية التي رفضها الأستاذان طوال هذه الفترة. أكثر من 13 عام هم يبعثون الروح الثورية والممانعة من أجل النهضة هذه. وعلى جيل الشباب أن يحفظ هذه الثورة وجهود العاملين حتى لا تسرق جهودهم، وحتى لا تصادر ثمرة الثورة وأهداف الثورة. وشكل جيل الشباب بتأثر من حركة الإمام الخميني وأفكار بعض الكتاب والمفكرين النواة الأولى لهذه الحركة السياسية الدينية. المفترض ألا نقبل لمجالس العزاء ولمواكب العزاء أن تبتعد عن الطرح السياسي، لأنها دعوة أهل البيت عليهم السلام، تأكيد أهل البيت في إقامتها والدعوة إليها من أجل هذا الهدف. هكذا يقول الإمام الخميني، ولذلك انتصر في ثورته. وهذا السؤال ينبغي أن تسأل الأمة نفسها على امتداد التاريخ، تاريخ الفقهاء والعلماء. لماذا لم تحصل أي نهضة للشيعة؟ لماذا في ثورة الإمام الخميني حصلت؟ كان يقال للإمام الخميني بأنك متهور. هكذا كان القلب. أحد الفقهاء يقول أنت تحمل الدماء، قال أنا أتحمل. ولذلك بعدما انتصر الكل يرفع صور، بالأمس تمزق صور، الناس تخاف ترفع صور الإمام الخميني حتى في أيام الثورة. بعدين هتشوفوا أنتم الجموع الحشود من الملايين، هذا بعدين. في بداية الثورة كانت النخب من الشباب المرابطين هم الذين يتحركون.
تذكر في المذكرات خاصة للسيد الولي الخامنئي أعلى الله مقامه الشريف، في مذكرات يقول: مجموعة نحن من الشباب بين أزقة المناطق القرى، يعني نلصق بيانات وصور الإمام الخميني السيد الخامنئي، كانت حركته: اقرأوا مذكرات السيد، كيف كانت حركته، كيف كان يعيش في ذلك الوقت. على كل حال، المرحلة الرابعة مرحلة انتصار الثورة الإسلامية، يمثل منعطفا حساسا في تاريخ مجالس العزاء والمواكب الحسينية في إيران على مختلف الأصعدة، وامتدت الصحوة الإسلامية على العالم الإسلامي وخارج العالم الإسلامي على المستوى الكمي والنوعي، منقطع النظير للمجالس والمواكب. بصورة سريعة، الوظيفة الثانية أو الدور الثاني الذي تلعبه مجالس أبي عبد الله الحسين والمواكب العزاء، طولت عليكم شوي، بسيط إن شاء الله، صناعة القدوة الأخير راحتني بغلق من الصبح، صناعة القدوة وفعل الاقتداء. وفعل الاقتداء ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المجالس الحسينية ومواكب العزاء قد أسهمت إسهاما كبيرا في نقل الصورة الناصعة العاكسة عن حياة أئمة الهدى عليهم الصلاة والسلام، سواء كان بالأساليب البيانية عندما يبينون الخطباء والرواديد والمجالس الشبابية حياة أو قصص واقعية روايات أئمة الهدى عليهم الصلاة والسلام، أساليب وسلوك وتصرفات الأئمة الطاهرين، أو بإجراء استعراضات مباشرة تمثيلية مثلا مسرحيات، بما يتناسب وفهم المخاطبين من أتباع بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام، يمكننا ملاحظة هذا الدور في صناعة القدوة وفعل الاقتداء من جهتين: جهة فردية وجهة اجتماعية. جهة فردية على سبيل المثال اقتداء الأفراد، أنا بيني وبين نفسي مثلا سمعت موعظة، سمعت على سبيل المثال موقف من مواقف أئمة الهدى عليهم الصلاة والسلام، وأنا أريد أن أقتدي بفعل الإمام، بسلوك الإمام، بتصرف الإمام، بحلم الإمام الكاظم، بعبادة الإمام السجاد، بثورة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، بيني وبين الله سبحانه وتعالى. هذه مهمة وعملية فردية. هناك في المقابل في الجهة الأخرى لا، عملية اجتماعية لتعاهد الأفراد بين بعضهم البعض من أجل مثلا القيام بتشكيلة معينة، لجنة معينة تهتم في قيمة من القيم، الإحسان للوالدين، البر إلى الوالدين، الكلام من أي قيمة من القيم الإسلامية. ويصدق على اقتداء الجماعات والتكتلات بصيغة أهل البيت عليهم السلام الجماعية من قبيل الدعوة إلى مقارعة الظالمين وإحقاق الحق والعدالة الشاملة بالثورة على السلطان الجائر. مجالس أبي عبد الله الحسين وظيفتها، دورها، مسؤوليتها أن تصنع هذه القدوة في نفوس الأتباع، وإلا كيف يعني الإمام يثور يعني إحنا جالسين؟ وننظر إلى هذا المنكر، إلى الواقع الفاسد الظالم. إذا نريد أن نقتدي بالإمام الحسين ينبغي أن نثور على هذا الواقع الفاسد الظالم الذي ثار في حق الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. لذلك لا بد من إطلاق شعار: كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. أنا سمعت بعض الخطباء يقول هذا الشعار مو صحيح. لا، هذا الشعار صحيح، أنتم فهمتم خطأ. يقول الإمام الخميني: ما معنى هذا الشعار؟ ما هي فلسفة هذا الشعار؟
ماذا يعني يوم عاشوراء؟ ماذا تعني أرض كربلاء؟ يقول الإمام: فماذا صنعت كربلاء؟ وما دور أرضها أو أرضها في يوم عاشوراء لكي يتحتم على سائر البقاع أن تقتدي بها؟ يقول الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف: إن معنى كربلاء يكمن في تلك الأرض التي سار عليها مجموعة من الأفراد ليقفوا بوجه يزيد ودولته الطاغية. إنهم جابه إمبراطور زمانهم وضحوا واستشهدوا دون أن يخضعوا للظلم، وبذلك انتصروا على يزيد رغم قلة العدد وخذلان ناصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.